الوغ الا بغيتي تجيب واحد النقطه مزيانه في البرودكسيون كريت ديالك، ضروري ضروري تحترم هاد الشروط اللي غادي نقول لك. اليوم غادي نتكلموا على لا برودكسيون كريت. الوغ لا برودكسيون كريت هي جزء لا يتجزا من الامتحان الجهوي ديال ماده اللغه الفرنسيه، سورتو انها كتشكل نسبه ديال 50% من نقطه ديال الامتحان، وهذا الشيء بدوره كيخلي التلاميذ ديال اولى بكالوريا مضغوطين وخايفين من هذه الماده هذه، مع العلم انها زعما ماده سهله وما كتحتاجش منهم واحد الجهد اولا واحد لافور اكسترا اوردينير باش يقدروا يجاوبوا على هذوك الاسئله ديال الامتحان. غير شويه ديال الخدمه والصبر وكلشي غادي يدوز مزيان. هاد الشيء علاش ضروري كيخصك تعرف شنو هما الحاجات اللي كيخصك تحترمهم في هاد لا برودكسيون كريت باش تقدر تجيب فيها واحد النقطه اللي محترمه اولا واحد النقطه اللي مزيانه بزاف. وداكشي علاش انا جيت ندير معكم هاد لا فيديو اليوم ان شاء الله، باش نعطيكم 6 ديال الحاجات اللي مهمين وضروري بزاف كل تلميذ كيقرا في الاولى بكالوريا يكون عارفهم باش يقدر يكتب واحد لا برودكسيون كريت اللي تكون مزيانه وطبقا للمعايير الصحيحه، واكيد غادي يجيب نقطه مزيانه. الوغ الا بغيتي تجيب واحد النقطه مزيانه في البرودكسيون كريت ديالك، ضروري ضروري تحترم هاد الشروط اللي غادي نقول لك. اول حاجه ضروري تحترم لو سوجي اللي كيتعطاك في لا برودكسيون كريت اولا اللي كيتطرح عليك في السؤال، يعني ضروري تبقى مقيد بهذاك الموضوع اللي غادي يطرحوا عليك، ماشي تمشي تهضر لهم على موضوع اخر، لانه كاع داكشي اللي غادي يجي من بعد غيتعتبر خطا الا كنتي اور سوجي. ثاني حاجه ضروري تستعمل حجج تكون عندها علاقه بالموضوع، وكون حريص اكيد ان ديك الحجج تكون منطقيه ومقنعه. ثالث حاجه ضروري ضروري تستعمل واحد المنهجيه اللي تكون مزيانه وكتماشى مع الموضوع اللي طرحوا عليك، ماشي تمشي تستعمل واحد المنهجيه اللي ما عندها حتى شي علاقه بالموضوع او المنهجيه مخربقه في لانتروداكسيون او في لو ديفلوبمون. المهم كونوا حريصين على واحد المنهجيه اللي تكون خاصه بكم، واكيد تقدروا تنقلوا او تاخذوا بعض المعلومات او بعض الامثله من بعض المنهجيات، ولكن ما ديروش كوبي كولي، خذوا بعض المعلومات وانتم زيدوا عليهم الاضافه ديالكم الشخصيه. رابع حاجه حاولوا تستعملوا جمل مفيده، اي سوجي فيرب اي كومبليمون، ومن طبيعه الحال حاولوا تستعملوا دي فوكابولير اولا مفردات عندهم علاقه بالموضوع المطروح، ماشي الفوكابولير في الشرق والموضوع في الغرب، ضروري الفوكابولير اولا المفردات اللي غادي تستعملوهم يكون عندهم علاقه بالموضوع. خامس حاجه واللي ممكن تبان لكم عاديه وهي علامات الترقيم، احترموا مزيان علامات الترقيم او لا بونكتواسيون. كنتي ساليتي واحد الجمله غادي دير نقطه وترجع للسطر، كانت عندك اون كاستيون غادي دير بوين دانتيروغاسيون. المهم ضروري بزاف تردوا البال لعلامات الترقيم، لانهم حتى هما كيلعبوا دور كبير في المنهجيه وفي لا ستركتور ديال البرودكسيون كريت ديالكم، وحتى هما اكيد كينقصوا لكم النقط الا ما احترمتيهمش. زائد نظافه الورقه، النظافة ديال الورقة شي حاجة اللي مهمة بزاف وكتعطيك ان بوان دو بلوس، يقدر المصحح غير يشوف الورقة ديالك نظيفة ومكتوبة بطريقة مزيانة يتصور معاك ويعطيك نقطة زايدة اولا نقطة اضافية مجانا كيف ما كنقولوا. المهم احترموا علامات الترقيم واحترموا حتى لا بروبرتي ديال لا فوي ديالكم. واخر حاجة كتعلق بقواعد اللغة، احترموا قواعد اللغة، احترموا لا سانتاكس لورثوغراف اي لا كونجيغازون. الوغ ضروري تحترموا هاد 6 ديال المعايير اولا تقيدوا بهاد 6 ديال الشروط الا كنتو باغيين تجيبوا واحد النقطه مزيانه في البرودكسيون كريت ديالكم، وان شاء الله الا احترمتوهم كونوا اكيدين انكم غتجيبوا اون تري بون نوت. هادشي اللي كاين بالنسبه للفيديو ديال اليوم، الا عجبتكم خليو ليا توجور دي لايك ديالكم، وما تنساوش تبارطاجوها مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش لتحت في الكومونتير تخليو ليا الراي ديالكم في هاد لا فيديو، واكيد الا عندكم شي اسئله تقدروا تنزلوا لتحت وتكتبوهم ليا في التعليق. مرحبا باي سؤال، راني كنجاوب على كل شيء. تهلاو في راسكم، اي لا بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.